اتعلموا مني قبل ما اروح. كيف تقوم بإعادة استخدام الماء بدلا من صرفه بالصرف الصحي، ماء الاستحمام أو ماء الوضوء؟ فقط كل ما عليك هو وضع درو أو ما يسمى بالطشت تحت صنبور الماء. الآن كل ما علينا هو سقي النباتات بهذا الماء. وفي نهاية المقطع لا تنسى قول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله الباقيات الصالحات.